خويا شوية الله والله يحفظك خويا صاحبي، قول لي باش متبانش. لا رداو في لومبيلونس. إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدينا الكرام، شفتي مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر بالضبط مدينة الدار البيضاء. يعني كيف ما كتبوا معنا مشاهدينا الكرام، جوج ديال الفتيات اللي كانوا كيسوقوا هذه السيارة هذه اللي أمامنا داروا حادث سير خطير وتقلبات بهم السيارة. كما كتبوا معنا في هذه اللحظات ديال السيارة اللي مقلوبة في الطريق الساحلية مدينة الدار البيضاء، كما كتشوفوا معنا حادث سير خطير ينتج عليه خسائر مادية بالجملة، خسائر مادية كبيرة بزاف. يعني بوضعو ديال الضو هو طاح، يعني كيف ما كتبوا معنا مش الكرام، شوفوا معنا البوطو اللي دخلوا فيه، الحالة اللي وصلت لها، شوفوا معنا البلاكا ديال الطوبيس. شوف 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 شوفوا الاشلاء ديال السياره. شوف 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 حادث سير مميت هنايا، هذا حادث سير مميت. واو 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 بلاكه ديال الطوموبيل، بلاكه ديال الطوموبيل. شوف 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 بلاكه ديال الطوبيس طارت من بلاصتها. واو يا ربي السلامه والله يحفظ. شوفوا معنا البوطو ديال الضو طار من بلاصته، البوطو ديال الضو طار من المكان ديالو. شوفوا معنا خسائر مادية كبيرة هنا بزاف، خسائر مادية كبيرة بزاف. فالله يحد الباس والله يحضر السلامة والله ينجي ديك الدرية. وحيد من الحادث باش ما يشدكش. لا ما خاصكش تبقى باش ما يشدكش. ياك تحلف عليا تهديد هذا. هذا فيه مرض القلب. لا في مرض القلب، في مرض القلب. لا في مرض القلب. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. كان كيف ما كتشاهدوا معنا مش الكرام، مش دخلنا شو تابع، هذا حادث سير خطير هنايا في الطريق الساحليه مدينه الدار البيضاء. يعني هذا حادث سير خطير، حادث سير خطير. شوفوا السيارة كيفاش ولات، شوفوا السيارة كيفاش تقلبات. فمشكورين عناصر الأمن صراحة اللي حاضرين هنا بهذا المكان. يعني هذا حادث سير خطير نتج عليه خسائر مادية بالجملة، والفتاة المرافقة السائقة يعني تم النقل ديالها عبر سيارة إسعاف إلى المستعجلات، فكنتمناو لها الشفاء العاجل. كيف ما كتبوا معنا دي السيارة اللي تقلبات، سلامات سلامات سلامات. فالإنسان كيسوق بواحد السرعة اللي كبيرة بزاف، يعني كيف ما كتشاهدوا معنا هاهي الطوموبيلة مقلوبة هنايا. الطريق الساحلية يا ربي السلام، يا ربي السلام، يا ربي السلام، يا ربي السلام. واو الطوموبيل بقات غدا وكدور.
البنو طارت، هذا كيدل يعني الرويده او هذا البنو طاح من الكوفر. شوفوا معنا السياره يعني كيفاش وصلت للداخل ديالها، كيفاش وصلت الحاله ديالها. شوفوا معنا هادشي اللي وقع هنايا في الطريق الساحلي مدينه الدار البيضاء، يعني خسائر ماديه كبيره وخسائر ماديه بالجمله، يعني بحادث سير خطير، بحادث سير مميت. تم النقل المرافقه السائقه اللي كانت سايقه هاد السياره هادي الى المستعجلات، فكنتمنوا لها كل الشفاء يا ربي، كنتمنوا لها كل الشفاء يا ربي، كنتمنوا ان الحاله ديالها تكون مستقره. غادي نعاود نوريكم الخسائر الماديه الكبيره اللي لحقات بهذه المنطقه هذه، اللي هي خسائر ماديه كبيره كبيره بزاف. يعني كيف ما كتشاهدوا معنا، شوفوا معنا هذا البوطو هذا، يعني كيفاش طاح من بلاصتو، بوطو طار من بلاصتو. شوفوا معنا الاشلاء ديال السياره فين ترماو، شوفوا معنا الاشلاء ديال السياره فين ترماو. السائقة خويا هي كانت واقفة هنايا، هي مازال كاينة هنايا، مازال كاينة بعين المكان، بنتي غير مضروب محرودة من ركابها. هادو فتيات في حالة غير طبيعية، هذا كيفما كتشاهدو معانا خمر، الخمر ما أدراك ما الخمر، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة شو تيفي، كيف ما كتبوا معنا غادي نعاود نذكركم، حادث سير مميت هنا في الطريق الساحلية مدينة الدار البيضاء. يعني كيف ما كتبوا معنا، جوج الشابات كانوا في هاد السيارة هادي تقلبات بهم هنا في الطريق الساحلية، الطريق المؤدي إلى منطقة عين دياب، طيحوا بوطو، خسائر مادية بالجملة. الشابة المرافقة للسائقة تم النقل ديالها عبر سيارة الإسعاف، فكنتمناو ليها الشفاء يا ربي. هذه هي السيارة، فعناصر الأمن صراحة مشكورين اللي حضروا منذ الوهلة الأولى في المكان ديال الحادث وأمنوا هذه السيارة هذه. أيضا حتى سيارة الإسعاف اللي حضرات على وجه السرعة وتم نقل المصابة إلى المستعجلات. تحياتي لعناصر الامن على المجهودات الكبيره اللي كيقوموا بها. اذا مشاهدينا الكرام غادي نودعكم على ما نلقاكم في بث مباشر اخر ان شاء الله، الى اللقاء.